السلام عليكم الزول في اللون، على بالكم كي تشوفوا هذه الشجره فهموا باللي طردونا. رانا في الدوار القرقزه عين مران في ولاية تلف، راهي 12 تاع الليل راكم تشوفوا. كي البارح كيف كيف كوم ييغ، واصرا اليوم شفتوا ما شاء الله صباح ناس بوجم الليل يعطيكم الصحه على هذا الاستقبال الحار. فرحتونا، فرحتوا الجزائر كامله. وشفتوا باللي هذه المافيا تاع 40 سرق تطول عبر الشروطات، الشرطه ما يحبسونا والحمد لله. ناس برج بلاد ما خلاوش الشرطه يرفدونا بيدونا الكوميساريه. يعطيكم الصحه يا ناس برج بلاد من ولايه بومرداس. ومن بعد رحنا خلاخله تيجوزو وشفتوا فادي داس تيزوزو ما شاء الله، استقبال فور 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 فريمون. سافي بليزير فريمون، ان اكوي تري ايموفون، تري تري فاترنيل، تري باتريوتيك. اي جو بروفيت دو لوكازيون، راني قريت الساعه كي دوكا كي وصلت باللي قالوا ناس باللي رشيد راهي الدعام في الماك وتاتاتي وتاتاتا. يا جماعه خافوا الله، انا هضرت باللي نحترم اي حزب في الجزائر، اول فيس اول ماك او ار ان دي او اف ال ان او ام بي ا ولا تاج ولا وافكار تاعو، ولكن كان الحدود لازم يكون قانوني سلمي وما يقلبش السياده الوطنيه. فهمتوني ولا لا؟ دونك بك لا تخلطوا الهضره تاعي. نحترم اي واحد بصح ما يقلبش الاعلام الجزائري وما يقلبش السياده الوطنيه. دونك بكره ما تخلطوا في الهضره تاعي، ما تفهموا مليح. نرجع للهضره تاعي. كي كملنا في تيجوزو ما شاء الله، شفتوا ما شاء الله الشعب تيجوزو، ناس يقولوا باللي القبائل يحوسوا يقسموا في البلاد. اليوم بينوا قدام الجزائر كامله، قبائل ما يقسموش البلاد، قبائل وطنيين، قبائل عندهم كارطه تاع الفوت، قبائل راهم باغيين خير البلاد، باسكو القبائل جزائريين. فهمتوني ولا لا؟ انا قبائلي اغوش مع الوالده ربي يرحمها، عربي ادوات مع الوالد الله يرحمه، وشاوي الفوق باسكو انايا برشاريه مكسره. فهمتوني ولا لا؟ دونك كيما كان تخلطوا في الهضره تاعي، انا جزائري 100%، القبائل الجزائريين 100%، الشاويه جزائري 100%، ناس الجنوب جزائريين 100%، والعرب جزائريين 100%، وممكن حتى واحد يدير ديفيرونس بيناتنا. واي واحد عنده قانون يهضر على روحه، بصح بالطريقه السلميه، قانونيه، ديمقراطيه، حضاريه، والاعلام الجزائري ممكن حتى واحد يقلبه وممكن حتى واحد يقسمه. سي بون، هذه رجلناها، دوك نهضروا واش صرا اليوم. من بعد تيجوزو واش صرا؟ تعليمات جاو باللي ممنوع بيخلوا نكاز رشيد يروح البلديه تاع ازازكا في ولايه تيجوزو. واش داروا؟ مافيا تاع 40 سراق طلبت بالشرطه الجزائريه يحبسونا في لوتوروت، 40 شرطه حبسونا. راكم تسمعوا ولا لا؟ بلا بيغي بصح افيك ريسبي، ما صرا حتى مشكل. والله في لوتور داروا لي كيف كيف، كي طردوني بالجزائر لو 8 ديسمبر 2016. وفي هذاك الوقت قلتوا بلي لك هذا رشيد راه يكذب. لا، واش بالفايده عندي بهذا يا جماعه يا جماعه يا جماعه؟ على بالكم هذه المافيا راهي خايفه، راهي خايفة لو كان حاسبوها. ما نحاسبوكمش، يمكن لا تقلقوا، يمكن لا تعطوا الامر الشرطة الجزائرية، يمكن لا، يمكن لا. لو كان راكم جال اروحوا لي للدار وهضروا معايا. على تدخلوا المؤسسة الأمنية في الحساب؟ رانا في الحملة تاع لبوا التوقيعات، على تدخلوا لابوليس في الحساب؟ علاش؟ لابوليس عندها خدمة بزاف في 48 ولاية. أنا جبت هذو الاستمارات بطريقة قانونية في الوزارة الداخلية، وقالوا لي دور وين تبغي في 1541 بلدية باه تلم هذو الاستمارات. كيف هذه الوزارة الداخلية فهلي راهي تمنع لي باه نلم هذو الاستمارات بطريقة غير قانونية؟ فهمونا فهمونا برك، هذا ما كان. فهمونا كيف ديروا دو بوا دو ميزور، فهمونا. هلا واش داروا؟
كي شافوا باللي ما شاء الله الناس اللي يجوزوا راحوا للكوميساريه توت شويت بعدوا علينا بزاف. وعند الكوميساريه في ازازكا وقعدنا فيه ربع سوايع وطلعوا فينا ما شاء الله قهوه الفطور ما شاء الله فريمون يعطيهم الصحه وطلبوا منا سماح قالوا لنا غالب التعليمات بالفوق معليش حنا نسعفوا على بالكم بلي انايا ملي دخلت في الساحه السياسيه الجزائريه نسعف 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 ما عندي حتى مشكل. من بعد فالي جا امر جديد لازم ندوهم من الكوميساريه تاع بومرداس فالي قعدنا ربع سوايع في الكوميساريه تاع بومرداس يلعبوا بينا كل بيم بون كل بولا تاك 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 عزاز قا بومرداس عزاز قا بومرداس. قلت له هذا شو هذه العقليه هذه واش من العقليه هذه اكو ساسير. هلا قلت لكم ونعاودها لكم هذه على 20 سنه والله ما على بالي كاع بكم ما تقلق ما نزعف ما نستعمل العنف ما والو. جو سوي او دولا دو توت سي بريسيون اي فو لو سافي. واش صرا من بعد كانت 8 و10 دونك 20h10 جا قالوا لنا باللي لازم نطردوك بالعيد بلاد ولا شلف. قلت لهم خافوا الله خافوا الله عندنا موعد غدوة صباح أميزوغ 8 بين 10 و4 في بجاية غدوة من ذاك في جيجل من بعد في تيشي ثوق الاثنين من بعد برج بوريرج من بعد العلمة بويرة خافوا الله. قلت لهم قالوا لي لا غالب تعليمات جاو بالفوق لازم نطردوك بالاسكورت حتى للدار تاعك في عيد ميلاد. قلت لهم يا ودي بيزو عندنا الدار فادي في الجي عندنا مكتب. قالوا لي لا غالب لي زانستركسيون التعليمات نوصلوك في عيد ميلاد. الا وصلونا الاسكورت وصلونا الاسكورت وراني في الدوار هذاكم تشوفوا بعينيكم الدوار يا جماعه على بالكم باللي راهم يحوسوا يبروفوكو فينا يشيرش نو بروفوكي راهم يحوسوا يديروا الفوضى راهم يحوسوا نخلطوها باه من بعد يصيبوا سبه باه ما يديروش انتخابات. يا جماعه يا الشعب الجزائري من 48 ولايه حنايا ما نعطوهمش لوكازيون ما نديروا لا فوضى لا مشاكل لا والو حنايا نبقاو سلميين نبقاو قانونيين نبقاو ديمقراطيين نبقاو حضاريين ومن ما نجاوبوهمش نبقاو كيما رانا ونطلب منكم تبقاو كيما راكم. حنا ان شاء الله باذن الله لو 3 مارس نروحوا للمجلس الدستوري ونعطيكم موعد على الساعه 3 تاع العشيه ونحطوا الملف تاعنا ما تقلقوا ما والو ما نعطوهمش لوكازيون باه ما يديروش هذول الانتخابات باسكو على بالهم باللي الرئيس مات الله يرحمه ربي يرحمه وربي يرحمه وما عندنا حتى مشكل مع الرئيس خدم العودة الاولى خدم العودة الزوجه من بعد مرض ومن بعد بركات سيبو مات ما فيها والو. انا فادي الشيباني مات 2011 تفدناه راه هنايا في المقبره هنايا مع الوالده ربي يرحمهم اي واحد يقدر يشوفهم ومكان لا زعوفه لا والو الرئيس بوتفليقه كيف كيف مات الله يرحمه ندفنوه قدام الشعب قدام ربي وما فيها والو. بصح هما راهم يستعملوا بالصوره تاع الرئيس باسكو هادو جاهلين. العودة الخمسة خمسة في عينيهم خمسة في عينيكم يا رب في هذا ربع سراق بغيتو تخدموا مع الصورة تاع واحد اللي مات دخلتونا في الجاهلية درتوه النبي هذا إنسان بارك ماهوش النبي فهمتوني؟ مي حنايا ما تطيحوش في البير تاعكم كيما دخلتو خونا عايشي في البير ربي يرحمه ما بغيتوش تخرجوه من البير وانا درت لازم مع الشركه الامريكيه ما يخرجوه ومنحتوني دخول في ولايه مسيله. ما تخافوش ربي انتوما تعرفوا على ما تخافوش ربي باسكو ما تامنوش بربي شفتوا لا ديفيرونس واحد اللي امن بربي يقدر يخاف بربي سواء واحد اللي ما يامنش بربي ما يخافش بربي. دونك جو ريزوم On tombera pas dans votre piège. On ne